السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة الفيديو دوت للمتابعة الجميلة ام احمد من الجزائر. هي طلبت مني ان انا اعمل لها حجاب ببندانة اسواريه، وانا سألتها اذا كان الخمار دوت عندكم خمار فعلا اللي هو طويل مغطي اللي هو زي القرطاس الخمار بتاعنا احنا كمصريين. قالت لي لا، الخمار عندنا طرحة بس فيها، هي عايزه فيها بندانه سواريه. تمام، يا رب تشوفي بقى الفيديو ده عشان ايه تعرفي ان انا لبيت لك اللي انت عايزاه. طب احنا محتاجين ايه بقى؟ تعالوا كده، بص، اول حاجه هنعمل حاجه ايه، بطرون للحاجه ديت عندنا، بحيث ان احنا عايزين نشكل عليها نشكل براحتنا. طب انا عندي هنا، انا عندي ورقه او قماشه قديمه، اي حاجه عندك هتعملي عليها بطرون. ماشي، الورقة دي العرض بتاعها 43 سنتي، ماشي، والارتفاع بتاعها دوت 32 سنتي، يبقى العرض عندنا 43 والطول عندنا ايه؟ 32. طب هنعمل ايه؟ هنقسم الورقة دي بالنص كده، هنقسم الورقة دي بالنص. ماشي، احنا كده بنعمل البندانة الاول بتاعت الطرح. بعد ما قسمناها بالنص، بعد ما قسمناها بالنص كده بالارتفاع دوت، احنا بقى عندنا كده الجزء ده كام؟ اللهم صل على النبي، عندنا 21.5 كده، والارتفاع 32. طب بخش من الزاوية ديت، بنزل كده 7 سنتي، بنزل من البوزة دي 7 سنتي، وبعد كده باخد ايه من التلت الاخير ده كده بداير كده لحد برضو ايه النص كده، يعني هنا قبل المنتصف، هنا قبل المنتصف كده، وبطلع برضو هنا قبل بعد المنتصف بحاجة بسيطة، وبعمل داير ما بين، وببدأ ان انا ايه اقص كده. ان شاء الله تبقى سهلة، ويا رب تكون هي دي اللي في دماغك. عموما الطرحة دي هيتعمل فيها كذا حاجة كده، يعني ممكن اللي حابب يعملها سواريه يعملها، اللي حابب يعملها طرحه عاديه فيها التربون او البندانه بتاعتها قطن عادي، اللي انتوا عايزينه. انا هوريكم الطريقه وانتوا براحتكم. طيب بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا جزء اهو نص بيضاوي كده، تمام. طب بنعمل ايه بقى بعد كده؟ عندنا هنا احنا نص المساحه اللي هي 43 دي، النص بتاع الجزء ده والجزء ده كده، النص هنجيبه ايه؟ حاجة سواريه. طب انا هوريكم بقى القماش. طيب الجزء اللي تحت دوت اللي هو اللي احنا عملناه النص دايرة دوت، ده هيبقى قطن، ده هيبقى قطن اهو، ماشي، هيبقى قطن تحت او قماش البطانة اللي انتي ترتاحي له، بس طبعا القطن افضل حاجة. خلاص، النص بتاعنا هنا ايه بقى؟ النص بتاعنا هنا سواريه بايت، اي حاجة عندك اللي انتي حباه اهو، ده النص كده بتاعنا ده كده. ايه اول حاجتين احنا عايزينهم تحت في الايه؟ في الجزء بتاع التربون. طبعا انا وانا على المكنة الزيادات دي انا هشيلها، بس بعد ما ايه اقفل الجزء دوت، علشان الحاجات اللي فيها لكرة ممكن تاخد معايا تسحب معايا في الخياطة، فانا بسيب ده في الاخر واقصه، مش مشكلة. طب محتاجة ايه تاني؟ محتاجة شريطين، شريطين اهو، كل شريط فيهم يعني دي حاجة عادية، يعني طولها مثلا 20 سنتي، اكتر من 20 سنتي، اقل من 20 سنتي عادي، عشان ده الرباط اللي هنربط بيه من الراس من ورا من تحت كده، فده مش الطول بتاعه مش قد كده، مش مهم، بس اهم حاجة يكون بيشد معاكي كده علشان لما تسحبيه يبقى سهل معاكي جدا. طيب العرض بتاعه قد ايه؟ ممكن يبقى 10 سنتي، عشان احنا هنتنيه فيديكي 5 سنتي، ممكن 8 ويدينا ايه 4 سنتي لما احنا نتنيه. يبقى احنا كده عندنا 3 اجزاء اهم الاول محتاجينهم، اللي هي نص داير اللي انا عملته. هقول عملته سريعا ازاي. انا جبت ورقة، الورقة ديت عشان تقصي عليها، يعني الورقة ديت العرض بتاعها 43 سنتي، الارتفاع بتاعها 32 سنتي، وبعد كده تنيتهم بالنص، تنيتها بالنص
كده ماشي، كانت عندي كده اهي، تنتها بالنص ودخلت من الزاوية دي 7 سنتي، واخدت دوران من نص كده، من نص المساحة عندي للنص الارتفاع فوق، وبعد كده قصيت وبقت عندنا نص دايرة. النص دايرة دي هنقص قماش قطن، قطن لكرة او اي حاجة لكرة عندك انت تستحمليها على شعرك، وطبعا الافضل القطن، وبتقصيها عليها وبتقصي نص المساحة، نص المساحة حاجة سواريه، السواريه اللي انت عايزاه واللون اللي انت عايزاه. اهم حاجة، اهم حاجة في الشغل ده ان احنا بنوفق الالوان مع بعضها، بنوفق الالوان مع بعضها، يعني السواريه يبقى ماشي مع البندانة، مع ماشي مع التحجيبة، علشان لما تلبسي الحاجة نفسها تبقى قيمة. تمام، وقصينا الجزء البيضاوي دوت اللي هو دوت القطن اهو ماشي، اول حاجة قصينا دوت، واتقصت ديت النص ماشي. انا قلت الاول يعني اوريها لكم على ورق ابيض افضل لكم علشان يبقى سهل معاكم قوي. قصيت الداير اللي هو نص دايره اللي هو الاسود دوت تحت البطانه، وقصيت نص المساحه عندي نص الارتفاع بالعرض بتاع 43 بايت اللي هو السواريه، وقصيت شريطين طول الشريط 20 سنتي، 20 سنتي والعرض 10 سنتي عشان هتنيه يبقى 5 سنتي ماشي. وبقصت عندي طرحة عادية خالص اهي، هي مش متقفلة لسه، العرض بتاعها، العرض بتاعها 75 سنتي، عايزة اقل انتي براحتك. الطرح العادية عموما انا بفضل دايما ان الطرحة تكون عرضها 75 اللي هي نص عرض القماش، الطول بيبقى 1.60 متر، 1.60 متر، ممكن تعمليها 1.5 متر، دي حرية شخصية، بس هي الطرحة المناسبة جدا. العرض 75 والطول 160. يلا بقى نقفلهم ونشوف احنا هنقفلها ازاي. بصوا بس عشان تبقوا معايا في الصورة، دي الطرحة اللي احنا هنشتغلها. بصوا ادي اهو الجزء اللي هو السواريه، الجزء السواريه اهو قدام، الطرحة من الظهر، الشريط دوت اللي نازل، الشريط اللي بتربطيه من الخلف ماشي اهو، الشكل بتاعها هي حلوه جدا جدا جدا، وهيبقى شكلها شيك. طبعا انت تلبسيها هي ملبوسه كده على الرسم اللي كان، انت بقى تلبسيها بطريقتك فهتبقى ان شاء الله شكلها شيك. تمام، خدوا بالكم ان الالوان كلها منسقه مع بعضها اهو، ده عشان فيه اخضر وليموني وكده فمعمول مع زيتي، التاني معمول مع سيلفر او في ذهب فمعمول، الشرايط دي ما تركزوش معاها لان الشرايط ديت بتتربط من الظهر فمش بتبقى باينه اصلا. بصوا هنا الاوف وايت مع الاوف وايت والذهبي اهو، تمام، فبيبقى شكلها حلو جدا. ايه بقى اللي احنا عاملينه زياده هنا؟ هو هنا متركب الجزء اللي هو الشريط البايض بس بالبطانه بالشريطه اللي تحت، لا احنا هنعمل حاجه حلوه بقى ان احنا مزودين من الظهر اللي هي التربونه اللي هي هتلم لك شعرك، بحيث ان الشيفون ما يبقاش ظاهر الشعر من تحت، فهيبقى حلو جدا معاكي. تمام، يلا اول حاجه بقى تعمليها لما تيجي تشتغلي في الطرح وفي التربون وفي الحاجات دي، بنغير الابره، بنخليها مقاس 10 او مقاس 12 ماشي عشان ما ينتش معانا، هغير الابره وارجع لكم تاني. طيب اول حاجة هنجهزها، هنجهز الشرايط اللي هي هنربط بيها البندانة من الظهر. الشريط بيبقى عندنا مفروض اهو، انا بعمل ايه؟ بتنيه كده، واول حاجة بخيط ايه؟ بخيط من الجزء المتني كده، باخد 1 سنتي وبنزل كده ايه حرف ال، بنزل كده قيمة ايه 2 سنتي تانية او 3 سنتي، هوريكم واعمل ايه بعد كده، علشان لما تكون حاجة صغيرة شريط صغير كده ما تقعدوش تتعبوا في ان انتوا عايزين تلفوا تقلبوه ما تبقوش عارفين، بسهل عليكم الدنيا شويه ماشي، بنلفه كده وناخد ايه 3 سنتي كده ل 4 سنتي وايه ونخرج كده كده ايه. انا بعد ما اخدته كده حرف ال بقلبه كده، بقلبه عادي اهو،
ولو في حاجه كده عايزه تعملي البوزه بتعمليها بمفك صغير كده بالراحه عشان ما تقطعيش القماش. بعد كده الجزء اللي مفتوح دوت انا اقدر بسهوله بقى ان انا اتني ايه، اتني كده، اتني كده ايه 1 سنتي لجوه من ناحيتين واخيطه بقى ايه لتحت. في الحاجات اللي هي الاقطان والجل والحاجات ديت وسعوا شويه الغرزه ماشي، وحطوا الدواسه اللي هي البلاستيك برضو، وساعدوا الايه المكنه في ان كنتوا تسحبوا القماش كده معاها. احنا كده كده ايه الشرايط دي بتبقى من الظهر، فاحنا اي خياطه برضو واحنا عاملينه شغل نظيف اهو كل حاجه، بس اي خياطه مش بتبقى باينه يعني ايه. طيب انا عامله برضو الشريط التاني عشان ايه الفيديو ما يطولش كده، الشريطين اهو متقفله اهو، ده شكل الشريط. طيب مقفول من ناحيه والناحيه الثانيه على مفتوح. طيب بنعمل ايه بقى؟ ادي اهي الجزء بتاع البندانه. طبعا قبل ما بتشتغلي في البندانه والحاجات ديت بتفردي القماش بالمكوه علشان القطن بيبقى فيه متكسر شويه فيتفرد معاكي حلو. اول حاجه انا بعملها بثبت الشرايط ديت، بثبت الشرايط ديت فين بقى؟ بثبتها هنا، بثبتها في الطرف كده اهو، بخلي اللي هو الجزء اللي احنا ما قفلناهوش اللي هو المفتوح دوت هنا كده خلاص. بطلع قيمه 1 سنتي، قيمه 1 سنتي من هنا لجوه كده وبثبته بالخيط. ماشي، وبرده الناحيه الثانيه بثبت الشريط الثاني. بطلع 1 سنتي فوق واقوم ايه احطها في الطرف كده اهو واثبته. بعد كده بعمل ايه؟ بخلي الشريط اهو زي ما انا كنت حاطاه كده اهو مقابلين بعض اهي لجوه. خلاص، وبعد كده بجيب البيض اهو، الوش بتاعه، الوش بتاعه كده على وش الايه على الجزء ده يعني ده كده هنا كده. ويفضل طبعا ان انتوا تثبتوه بقى بايه بدبابيس من على الطرف كده لان القماش القطن بيتحرك بسهوله جدا.
خلاص اهو انا كده ثبتت ايه الجناب كده، وهحط برضو دبوس في النص عشان القماش ما يتحركش معايا. بصوا لما تيجوا تشتغلوا على حاجه فيها دبابيس خلوا الدبابيس كده، دبابيس كده تمام. اهم حاجه اوعوا تدوسوا على الشريط بالمكنه، يعني احنا ممكن نزحزحها شويه. نبدا بقى ان احنا نخيطه كده. احنا مش هنخيط من هنا، احنا من هنا مش هنخيط حاجه، احنا حاطين الوش، الوش اهو البيت اهو على الجزء اهو اللي تحتيه اللي احنا خيطنا فيه ثبتنا فيه الشريط من الجنبين. هنبدا بقى ايه نخيط ايه 1 سنتي كده. بسم الله احنا خيطنا كده بس 3 اتجاهات، الاتجاه ده وده وده وده، من هنا اهو مفتوح زي الجيب اهو. هنبدا بقى نشيل الدبابيس دي. ونبدا بقى ان احنا ايه نقلب الجزء ده كده اهو. وطبعا هنكوي الجزء ده الاول عشان ايه نكمل شغل. ادي الشريطين اهو، الشريط متخيط من جوه فطلع بنظافه اهو، شكله شيك جدا. هبدا ان انا بس اكوي دوت وارجع لكم تاني. خلاص انا فردتها مكوه اهي من الظهر، بصوا التقفيل نظيف جدا اهو. ودي طبعا بتبقى على الشعر علشان ما تبقيش متضايقه وما تبقيش شعرك باين. بتثبتي بقى هنا كده ايه بدبوسين كده، وبتاخدي بتثبتي خياطه كده. تفتحي الغرزة على اخرها كده، احنا هنا هنثبت بس. تشيلي الدبابيس بتجيبي الطرحه اللي انت هتحطيها مع التربون، بتقفليها بتتنيها الثانيه الصغيره بتاعتها داير ما يدور ماشي. وبنجيب الطرحه كده بنوسطنها، الطول بتاعها بنوسطنه بنوسطن كده الطرحه، وبناخد هنا ايه علامه كده بالمرك ان ده ايه المنتصف ماشي.
وهنا كمان بنتني دي كده بنتني دي، ونشوف المنتصف فين عندنا هنا ونعمل ايه، ونعمل علامة كده اهو. ماشي بنجيب المنتصف دوت في الطرحة على المنتصف اللي احنا عندنا على التربون ده كده، ونثبته كده، ثبتهم على بعض ونحط ايه دبوس. ممكن تثبتيه بالطريقة ديت، وممكن تعملي حاجة تانية برضو يعني انا شايفاها تبقى حلوة عشان تانية الطرحة دي تبقى في الداخل. هتقلبي الطرحة، تقلبي الطرحة وتخليها يعني هتخلي الوش ده على وش التربون كده، بس بالعكس كده علشان لما نقلب الطرحة التانية دي ما تبانش اصلا. ماشي، يبقى انا اهو الوش الجزء اللي هيبقى عند الراس من قدام اهو، ماشي، وادي النص بتاع الطرحة اهو، ماشي، واللي فوق ده قدامي على مقلوب، النص اهو قدامي اهو، وهعمل كده وهثبت بالدبوس. كلكم تأمروا الحاجة اللي انتوا عايزينها ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. اي حد عايز حاجة يقول لي عليها، وان شاء الله يعني ربنا يدينا العمر والصحة وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انا ماشيه معاكم واحده واحده عشان ايه مفيش حد يقول انا الحاجه لفت معايا، طب الحاجه باظت مني، لا واحده واحده اهو، حد بيجري ورانا. وبعد كده هنخيط بقى على ايه، على نهايه التانيه اللي هي ايه اللي عندها الخيط، بحيث ان احنا لما نقلب مفيش خياطه اصلا تبان خالص معانا اهو. بسم الله، في المرحلة دي احنا نضايق الغرزة شوية، ماشي، ونبدأ بقى ان احنا ايه نخيط كده. نشيل الدبابيس بقى كده، ونقلب الطرحة. بصوا بقى لما قلبنا الطرحة مفيش حاجة ايه بقى ايه باينة خياطة ولا اي حاجة، شكلها شيك جدا، اكنك انت تانية الطرحة كده وهتحطيها على راسك ما يبانش فيها خياطة ولا اي حاجة. طيب كده احنا لسه ما خلصناش، ايه اللي هنعمله بقى؟ طيب بقيت الداير دوت اللي في التربون من ورا هنركب فيه استك صغير علشان يمسك على الكحكة او شعرك من ورا، او يمسك على راسك القبة بتاعت الدماغ من ورا، عشان لما تلف الطرحة شعرك ما يبانش وتلفيها بالطريقة اللي انت عايزاها، وده كمان افضل. كان ممكن اعمل لكم الجزء اللي هو بس اللي هو فيه البيض دوت او السواريه، بس قلت لا اعمل لكم الجزء ده، وكمان ممكن
من غير الطرحه تبقى ده تربون لوحده. يعني انتوا ممكن تاخدوا الجزء ده تعملوه كده لوحده منفصل بعيد عن الطرحه، انتوا براحتكم واللي انتوا عايزينه، انا بوريكم الفكره واللي انتوا عايزينه اعملوه. طيب هنجيب اللي هو الاستك اللي هو الصغير ده اللي هو 1 سنتي ماشي، وهنعمل ايه بقى؟ هنخش كده 1 سنتي الاول في الدائر ده جوه، وهنثبت بس الاول الاستك، نثبت الاستك عشان لما نتني عليه نقلب، يعني نتني عليه القماش ما يبقاش فيه مشكلة. يا اما في حل تاني ان احنا هنتني على طول، هنحط الاستك كده اهو، يا رب يكون بس الشكل واضح لكم اهو كده، وبنتني تانية وبنشد عليها الاستك تمام. انا يعني حبست الاستك اهو تحت القماش ماشي، وانا بعمل هشد الايه الاستك معايا، هشده كده واتني القماش واخيط عليه، فهمتوا قصدي؟ هو احنا عايزين 1 سنتي كده وننزل الابره، وبعد كده انا هشد الاستك بايد، ومن الناحيه التانية هاتني كده اهو واجر ايه الاستك فيديني ايه التكسير اللي انا عايزاه. بعد كده بقص الاستك عندي الزيادة ده كده، وبيبقى من الظهر الجزء ده كده في استك علشان يبقى مغطي ايه ماسك على شعرك من ورا كده، ما تبقيش انت متضايقة. وكده كده احنا معانا الشريط اللي هنربط بيه، فكده كده الموضوع هيبقى محكم جدا وهيبقى تمام. خلاص كده الحجاب خلص وانا لابساه اهو مربوط من ورا، مفيش حاجه بتبان منه خالص، وطول الحجاب طويل اهو من طرفين، تقدري تعملي بيه اللي انت عايزاه، تقدري ان انت تعمليه كده بس من غير اي حاجه. وادي الحجاب شيك جدا جدا جدا، شعرك مش باين خالص منه، انت مرتاحه مش متضايقه ان البايت دوت مش واصل. يعني بصوا اهو ادي البطانه، انا مش حاسه باي حاجه خالص خالص من البايت دوت. يا رب اكون قدرت اوصلك المعلومه، لو في موديل تاني انا مش واخده بالي منه قوليلي برضو عليه، بس انا قلت اقولك ايه ان دي اقرب حاجه للحجاب اللي هو متصل بالبندانه السواريه. كمان ممكن تعملوا الفكره ديت بالقطن العادي، ان كنتوا عايزين مثلا ان الموديل ده نازل كتير جدا 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 على النت، انتوا ممكن تعملوا يعني انا عايزه اعمل حجاب اسود وعايزه اعمل معاه بندانه سودا هعملها، بندانه باي لون تاني هعملها، الجري نفس كل الالوان اعملي بنفس الطريقه، بس الفرق انك انت بدل ما هتعملي بايت على
على القطن اللي تحت دوت، لا هتعملي طبقتين من القطن او اللون اللي انت عايزاه، ومش شرط تتنيه كده. لو انت هتعملي لون واحد بتجيبي بتدبلي، يعني انا مثلا عملت الجزء ده، العرض دوت العرض ده كان 17 والطول 42، لا دبلي بقى، فاهمة؟ يعني هنخلي عندنا العرض زي ما هو بس الطول 32، وهنقسمه اتنين، هنتنيه اتنين ونخلي المتني هو اللي على قدام كده. انما احنا هنا عاملين جزء سواريه وتحتيه بطانة، عشان كده هو مختلف، عشان كده في خياطة، في خياطة من الداخل. انما لو احنا هنعمله لون واحد، البندانة لون واحد، مش هنعمل كده. هنجيب قطعة قماشة، هنجيب قطعة قماشة بالعرض اللي احنا العرض ده مرتين، وهنتنيه كده، ماشي، هنتنيه كده ونخلي المتن ده هو اللي على راسنا من قدام. فهمتوا كده؟ يا رب اكون قدرت افيدكم، وانا عين الشعب الجزائري الجميل وعيني لكم كلكم، واللي عايز حاجه يبعت لي وان شاء الله هلبها لكم. مع السلامه، اشوف وشوكم على خير فيديو تاني. مع السلامه.